السلام عليكم، معكم محمود سردار من حملة فنترك أثران التطوعية. في هذا الفيديو إن شاء الله بدي أشرح شوي عن تقويم المفضلات. هلأ أول ما نفتح صفحة تقويم المفضلات بيطلع عنا هون معلومات شوي عنه. هلأ بيطلع هون عنا أربع ألوان. اللون الأخضر بدل عنه التسجيل بدأ، اللون الأحمر التسجيل انتهى، اللون الأصفر أنه التسجيل قرب ينتهي، واللون البرتقالي أنه اليوم هو انتهاء التسجيل. مثل ما شايفين جامعة إزمير بدأ التسجيل وانتهى. في عنا جامعة أتكشهير عثمان غازي، اليوم تاريخ اليوم 5/5/2021. بقى شو تلون؟ تلون من هذا اللون لأنه تاريخ انتهاء اليوم. تاريخ انتهاء اليوم يعني بيتغير التاريخ بعد الساعة 12 بالليل، لأن في جامعات بتسكر التسجيل بعد الساعة 12، وفي جامعات بتسكر التسجيل بعد الساعة 5. في جامعات أول ما نفوت على يوم انتهاء التسجيل ممكن تسكر. ونحن حطينا إنه على حسب أغلب الجامعات إنه بسكر التسجيل بعد الساعة 12. بعد الساعة 12 بصير هذا اللون برتقالي هيك. هلا في عنا هون فلترة الشهادة. إذا كان واحد معه مثلا سات ون ولا ثانوي ولا يوث، ولا بده يشوف في الجامعات اللي بتقبل باليوث تبعها. بس هلا في عنا نحط مثلا يوث، هذلون كل الجامعات يلي بيقبلوا بغير يوث واليوث تبعهم إذا كان في عندهم. في عندنا مثلا يوث الجامعة، بيوث الجامعة مثلا هاي جامعة مولا ما بتقبل غير بيوث الجامعة والثانوية وثاتون. أنا ضروري بتقبل بيوث الجامعة وثاتون. مثلا نحط ثانوية، هلا بيطلعوا كل الجامعات اللي بيقبلوا على الثانوية. وبعد ما نكبس هون كمان بضل الترتيب على حسب انتهاء التسجيل. خلينا نغير مثلا ساتفن طلعت هون أتكشهير عثمان غازي لأنه هي بتسكر اليوم. يوث كمان ضلت هون. هلا نحط كل. هلا نحن أول ما نفوت على التقويم بيكون هو مرتب على حسب انتهاء التسجيل. اذا بدنا اياه التقويم يترتب على حسب اسم الجامعة تكبس بس هون در. هاي اول شي حرف الـ A، حرف الـ B، حرف الـ D، حرف الـ E، حرف الـ H. هلا اذا بدنا اياه التقويم يترتب على حسب اسم المدينة كمان تكبس هون زر. هاي ألف، هذول كلهم بيبلشوا بحرف الألف. هون حرف الباء. هلا في كمان ترتيب على فرد الجامعات على حسب ترتيب الجامعة، بس تكبس هون ذر. هذول طبعا ما في لهم ترتيب لأنه جداد. جامعة مناطية جديدة وجامعة سكاريا للعلوم التطبيقية كمان جديدة. هلا هون بيطلع 1 2 4 11، هلا كلهم بالترتيب. هلا في هون جدول صغير بيقول اخر تحديثات صارت لحد الان، هو انه ضفنا على التقويم جامعة سكرة للعلوم التطبيقية. هلا في هون ذر مشان البحث. مثلا بحط سكاريا، بفتح سكرين البحث ما بيطلع لنا غير الجامعة اللي بحثنا عنها. مثلا
أنقرة. طلعوا بس الجامعات اللي فيهم كلمة أنقرة. وفي تحت كمان فلتر صغير مثلاً مشان الواحد يشوف كل الجامعات المتاحة تسجيل عليها لسه ما انتهت يعني. بس حط هذا الزر هون، هلون ينطلعوا هلون كل الجامعات المتاحة. هلأ فينا نشوف مثلا في فلتر الجامعات الكامل. في هون زر إذا حطينا عليه بنروح على صفحة فلتر الجامعات. هلا في هون زر متاح تجي عليها. في هون مثلا نختار الشهادة مثلا تقبل الاتشيك اوريتم. هلو هنين تقبل ثانوية. طبعا شو ما اخترنا هون راح يضل نطبق هذا الشرط انه المفاضلات متاحة التسجيل عليها. تبر سات هون بدنا فيها نختار مدينة تخصص. خلينا نمسح هون. هون يعني صار فينا هلا نحسن نفرز التقويم على حسب اسم الجامعة مدينة بدء التسجيل انتهاء التسجيل تاريخ النتائج بترتيب ترتيب الجامعة. هلا كيف بدنا نفوت على التقويم؟ يعني بدنا نوصل للتقويم المفاضلات. بس عن جوجل نكتب فلنترك اثرا. اول خيار تحت اسم فلنترك اثرا بيطلع تقويم المفاضلات. يا اما نحط تقويم المفاضلات وبيطلع هون اول خيار نبحث عليه. هاي هون تقويم المفاضلات طلع. إذا كنتوا أنتوا جوات الموقع بتكون تروحوا على تقويم المفاضلات أو تقويم اليوس، لكم بهذا الخيار هون عند الجامعات تقويم المفاضلات، عند اليوس تقويم اليوس. هي هون موجودة كمان تقويم اليوس تقويم المفاضلات. نسيت شغلة مهمة اللي هي انه مثلا انتو بتكون اذا كان حدا بده يسجل على هاي الجامعة بس بيروح على اليسار وبكبس على هذا الزر هون اضغط هنا. بس تكبس تلاقي الزر بيروح عند راس صفحة الجامعة. اذا كان مثلا على المفاضلة الثالثة بس بكبس هون المفاضلة الثالثة مفاضلة أولى مثلا. ليك هي المفاضلة الأولى. هي هون تواريخ المفاضلة. هي الملاحظات. هون في ملاحظة أنه الجامعة ما راح تقبل كل شهادات اليوث. الشهادات اليوث المقبولة موجودة هون اللي هون. هلا هون في عند المفاضلة في هون عداد. العداد هذا بفوت وقت يعني هذا عداد بصير صفر وقت نحن نفوت على يوم انتهاء التسجيل. الوقت المتبقي للدخول إلى يوم انتهاء التسجيل. يعني مثلا السنة الماضية في جامعة كاستمونو سكرت التسجيل بعد الساعة 12 بالليل. يعني بعد لما فتنا على تاريخ انتهاء التسجيل
سكرت المفاضلة. بقى احنا حاطين هون بأسوأ بأسوأ الأحوال، يعني أسوأ الأحوال بتسكر جامعة بتفوت على على يوم انتهاء التسجيل. طبعا في جامعات كتير بتسكر الساعة 5، في جامعات كتير بتسكر الساعة 12، بس يعني احنا حاطين هذا العداد كأسوأ الاحتمالات. السلام عليكم.